أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانجيري أن عودة طهران إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها سيكون أمراً سهلاً وسريعاً إذا توقفت العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية. جيهانجيري طالب الأوروبيين بأن يدعوا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن إيران بدل أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي، وقال إذا قررنا فسوف يستغرق الأمر بضع ساعات فقط لاستكمال جميع التزاماتنا، ولكنه في الوضع الحالي ينبغي على الأوروبيين الوفاء بوعدهم.